السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نلعب بسم الله الرحمن الرحيم The Division. بس ما حيطول إن شاء الله نص ساعة أو ربع ساعة بس. فبنلعب The Division. صراحة زمان حملتها بعدين لا كذا كان عندي دولارات زايدة وحملتها بعدين لعبت منها شيء بعدين طفشت الحين رجعت لها لأنه ما عاد فيها لعب صراحة. وإذا خلصنا ذا الجزء الجزء اللي بعده حنختمه اللي هو The Division 2. حلو بس حلو أحسن من هذا, أحسن من الجزء الأول. للحين أتوقع ينزل له تحديثات و أوكي حنا وصلنا هنا. شباب تحملوا بس الفريمات في اللعبة. يوجد الكثير من الأعداء في الداخل وهم يحتجزون الطبيب كامل مع طاقمها. علينا إعادتهم إلى القاعدة ليعود الجناح الطبي إلى العمل. يعني الفريمات لا هي من البث ولا هي من أي شيء, بس من اللعبة نفسها هي قديمة زي كذا 2015 بالضبط. ترى اللعبة صعبة والله, البطل صعبين. شوف في صعبة اللي ما عنده داخل انا اخويا نجي محملونها بس يا رب خالي او خش الله مع اي حد ثاني. والله صار صعبة حالك يعني انا مش ذا المكان لحالي كله بحاول, بس بحاول ما اعد غلطتي اللي راحت. ان ادخلتني الى شبكة النظام الامني فربما امكنني العثور على موقع كاندل. طيب في ترجمة يا شباب بنفس اللعبة. دخلت إلى الشبكة لنرى ماذا سأجد. هل يمكنك رؤية طوبة كاميرات المراقبة؟ يبدو أنهم يجبرون كاندل وفريقه الطبي على معالجة الجرحى ولهذا هم أحياء. يحتجزون بعض الناس في الطابق العلوي في المطعم. يوجد الكثير من هؤلاء, إن استخدمت ساترا ستصطادهم دون أن تتحول إلى أهداف لهم. والله يا ما في, بس لو أضغط ستارت يمكن مسدسي أقدر أحط له كاتم إن شاء الله. عندي شيء تو جديد. احاول اكون هنا عشان في صندوق ورائي هنا عشان. ايوه يا رب هي لا يشهد. حقيبة علاج زين زين. طب الحين ببدا معاهم ما عندي كاف من الاشياء. انا لين ما اذبحهم كلهم هذا المكان لان شوف لما تقدم يجوني غدره. انا بعد خلني ادري من جنب المكان عندي هذا ارون. لا فجبت نفسي يا ليلي. تم رصد المزيد من الأعداء.
تراني مرة نوب فيها لأن اللعبة صعبة. بعد كمية الجبلات مع يعني مختلفة. عشق عشق. حافظ هوا. طلب خليفة. أوكي بمشي قوية. أو يعني ضيع. تم رصد المزيد من الأعداء. ما غير ما رصدوا المسلمين نعم بس كده ما موت يا أخي هذا ركز لا دي عشان بقى ما صاحب أبو الأم بنت غرام بنت شو هذا الحل الوحيد تحذير تم رصد المزيد من الأعداء ما بدي ما بدي ليش رميت هنا؟ لا عندهم لوت شباب يعني لو ذبحتهم بمب خلاص ما تزال كاندل وفريقها الطبي في الطابق العلوي مختبئين في مطبخ مطعم كوبي كل شيء كل ما تقدر عليه يا صديقي أتوقع فيه دائما عقيدة ايوه هذا دائما في حقيبة العشق انا اتذكرها اوه هاي وصلت زيادة صح؟ لا انا دايما الخط الاكس في الكفر والدائرة في اللي ينطفوا بالشيء معش كل شيء اوكي خلاص يقال انهم قاموا بتخريب المكان وكان قلب أبي ينفطر على رؤية المكان بهذا الحال اعتدنا على مشاهدة المباريات هناك والحين هم جيد أن أهلي لم يعيشوا ليروا هذا ولكنني أفكر في كل الناس الذين يبذلون ما بوسعهم للاستمرار لأجلهم نقوم بهذا أيها العميل اذهب لإحضارهم لتصل إلى مطعم كوبي عليك المرور على بعض المناطق الموبوءة كان هناك الكثير من المرضى يعالجون هناك قبل أن يقتلوا لذا كن حذرا
يجينا من جهة ثانية. لا ما عندي اي شيء. تيجي يا باشا خلص محترم ان شاء الله ما في هذه تكمل من انزل انتني. اوه والله كان طايحه وجها لوجه يا باشا وجها لوجه ما في بلا انزل. اه هذا معي بس بنزل المدرجات ومن هنا في لوك جبته صح؟ من هنا في لوك ايوه بعد تم رصد اعداء. تخلصوا منها تناول هذا. فريق المرافقة يتعرض لإطلاق نار كثيف من السطح، لن يتحركوا قبل أن تصعد إلى هناك وتتخلص ممن يطلق النار. إننا مستمرون هنا، لن نستطيع أن نعبر إلى ناحية أخرى إلا أن نمر أحد الماء المدافع الثقيلة. تحت تصرفك أيها العميل. طيب بس تكفى بعدل يا شيخة. كيف منظار؟ ايش جيب ذا؟ الله عليك فوها اوكي حط اهم شيء يضبط لنا الوضع يعني حط مخزن حط كل شيء تبغى مظهر جاني لبس لا خلي ذي كنسل كذا من قصريك صح شباب؟ أطور قدراتي عندي قدرة طبي ايوه حطها الون وار وان ثاني لا اوه هذا والله افضل شيء قسم بالله والله اني اتذكره الون هذا درع ما ينكسر لا واذا انكسر يرجع الله اسطوري قسم بالله لا عندك تطلب طول مسدس تذكر والله سلاحك الشخصي اللي هو مسدس تذكر شو الون هي والله العظيم ان ما حد يبيع خلاص اوه لا ايش رمى كيف يرجع الحمد لله قربنا ولا اي بس نطلع فوق هناك يا رب الله قاعده خلاص انتهت ايش هذا ايش هنا الله اسمع ايش هذا 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 ايش هذا
كيف الجون اقول لكم صعبين هذاك هذاك الطامة شوفونا طامة كبرى هذاك يجيب سنايبر صح فين السنايبر سلاح بعيد ايش هذا الحال والله يقلع بيسه والله قوي محرم طيب طيب شوف جيب السلاح ذا شيل الباب خليه الاول طيب لا عشان صدق نعرف ايوه شاف مشكلة سلاح مو ثابت بوصة مو ثابت هما غير امونا والله طعم مدار
هناك المزيد من الأعداء قادمون. خلني اشوف شوية من درعه. يب يب والله النظام لا الا الله والله النظام الا عن شك انا هي اللي ما بتخذر الا بسرعة. مد درع مدرع مد. يا حيان والله صعب هذا مشكلة ما عندك أخويا والله ما تمشي. طبعا خلاص رد البث كنا أكلم واحد من أصحابي خل الله ما لقيتها من الله والله انه كان قوي او انه في نوع ثاني بس انا ما ادري وش هو. وفي نوع ثاني بس اني ما ادري وش هو والله. الله ايش ابغى في ملابس؟ انا ابغى اسلحة وابغى اجل خلاص راح اقفل اللعبة. يلا نشوفكم على خير. اذا يعني كلمت واحد من اخوي يجي يلعب معي اللعبة او اول ما احملها حلعب معه او يعني اصور لي بث نلعب انا وياكم انا وياه وانت.